بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الفيديو بسم عليكم يعني أنواع الكلاسات أو وش سيلندر أو سيلندر هيد أو تستاتا، يعني عنده عدة أسماء في الميكانيك بصفة عامة، بالعربية وش سيلندر، بالفرنسية كلاس، بالطليان تستاتا، بالانجليزي سيلندر هيد، هذا كمكة. ان شاء الله نكون ننطق في الكلام صحيح او في الاسماء صحيحه. نبدو بالكلاس، هذه كلاس تسمى متاع سيلندر واحد، يعني بيستون واحد، يعني كلاس خاص بالبيستون دو، فيه زوز فلافل، فيه اثنين من الفلافل هذوما، وهو يعني كلاس او السيلندر متاع باسم واحد، يعني متاع سيارة مثلا تلقى فيها كما هذا متاع سيارة اثنين سيلندر زوج شمعات، يعني هذا كلاس متاع سيلندر واحد اللي هو متاع بيستون واحد، يعني فيه فيه اثنين سوباب او اثنين فالفل، يعني هذا كلاس اللي هو متاع بيستون واحد. نمشي الكلاس اللي بعده، هذه كيف كلاس متاع بيستون واحد، هذا كلاس متاع سيلندر واحد تلقى فيه دو سوباب او دو فالف او اثنين فالافل متاع بسم واحد، يعني متاع سيلندر واحد، هذا يسموه تستاتا او كلاس وش سيلندر متاع بسم واحد. نمشي اللي بعده، هذا متاع زوز بساتم، يعني سيارة فيها شمعتين او محرك فيه شمعتين، وش سيلندر هذا متاع سيارة فيها شمعتين انما فيها ثمانية فالافل، يعني اثنين شفط واثنين دفع في كل بستم، هذا سلندر، هذا كلاس متاع دو سلندر، هذا وش سلندر متاع سيارة زوز بسات، يعني زوز شمعات، هذا يتسمى كلاس دو سلندر متاع سيارة شمعتين برك، يعني دو سلندر، هذا متاع ثلاثة سلندر، هذا تروا سلندر شمعتين، يعني اسمه ثلاثة شمعات أو ثلاثة انجكترات، ثلاثة شمعات هذا لنا بنزينة. النجم يكون الكلاس هذايا ثلاثة سلندر أو تروا سلندر محطوط في موتور في 6، يعني نجم يكون زوز كلاسات كما هكا في محرك واحد، يعني أو محرك بركة فيه ثلاثة سلندر، يعني موجود الموديل هذايا، هذا يسمى كلاس وش سلندر ثلاثة بساتم، يعني ثلاثة شمعات، أما زوز فلافل في كل بستم معناتها ستة فلافل 6 سوباب، هذايا كلاس تروا سلندر، هذايا كلاس متاع تروا سلندر متاع ثلاث شمعات. نجيو هذايا كلاس متاع 4 سلندر، 4 سلندروات 4 سلندر، فيها كل بستم فيها 4 فلافل، 2 شافت و 2 دفع، يعني زوز ادميسيون و زوز ايشابمون، يعني تسمى هذايا 12 فلفلي 4 في 16 فلفلي، عفوا 16 فلفلي 4 في 4 و 16، تسمى هذا كلاس او وش سيلندر 16 فالف، تلقاها مكتوب في المحرك من فوق 16 فالف او 16 فالف، يعني تستات هذه او كلاس متاع سياره 4 سلندر 4 شمعات انما 16 فالف، يعني كل فالف كل بستم فيه 4 فالف، يعني بالشكل هذا فاهم، يعني كل بستم فيه 4 فالف، يعني تسمى هذايا كلاس متاع سياره فيها 16 فالف، هو 4 سلندر كل بستم فيه 4 فلاف، عكس هذا، هذا 4 سلندر او 4 سلندر باربع شمعات، حتى هو اللي قبل هذا 4 شمعات كيف لكن 16 فلاف لي، هذا 4 شمعات لكن 8 فلاف البرك 8 فقط، يعني كل بستم فيه زوز فلاف، واحدة شفت واحدة دفع، يعني ادميسيون ويشابمون، هذا نتاع محرك 4 بساتم لكن 8 فلاف، كيفاش نعرفوهم 8 فلافل؟ لأن كل بستم فيه واحد ادميسيون واحد يشمو، يعني واحد صفت واحد دفع، يعني فلافل اللي هو سوباب، هذايا مثلا فيه 16 فلافل 4 في 4 16، لأن كل بستم فيه 4 فلافل، زوز شفت وزوز دفع، يعني دو ادميسيون ودو اشافمون، يعني هضم، يعني هذي كلاسة وتساتا أو السيلندر متاع سيارة 4 شمعات إنما 16 فلافل. هذا كيف 4 شمعات و16 فلفل،
كيف كيف يعني نفس الموديل هذا كيف كيف اربع شمعات و16 فلفل، هذه الانواع نتاع التسات نتاع كلاس. نجيو هنا نلقوا خمسه سلندر، هذا يتسمى خمسه سلندر، هذا كل اربعه كان في زوز فلافل، هذا بيستم، هذا اثنين، هذا ثلاثه، هذا اربعه، هذا خمسه، هذا خمسه سلندر. تلقوا حتى في السورتين نتاع الشكمو يعني في خروج الدخان تلقى خمسه انواع من الخروج، يعني كولكتر الشكمو 5 سورتي، يعني خمسه مخارج نتاع التدخين. هذا كلاس تسمى 5 سلندر، او تستاتها 5 سلندر، او وش سلندر، خمسه سلندر، خمسه يعني بستم، او خمسه انجكتيرات، هذا ديزل طبعا، هذا خمسه انجكتيرات تسمى، وفما منهم بنزينه خمسه شمعات، هذا يسمى كلاس 5 سلندر، خمس شمعات، خمسه انجكتيرات، المهم خمسه بسات من المحرك، هذا 5 بيستون، خمسه بستم. نجيو الكلاس هذايا فارغ 6 سلندر، هذا 6 شمعات، هذا 6 سلندر، الكلاس هذايا 6 سلندر مع 2 فلافل في كل سلندر، معناتها 6 في 2 ب 12، 12 فلفلي، يعني كلاس فيه 12 فلفلي، يعني كل بيستم فيه 2 فلافل، 2 سوباب، كل وش سلندر فيه 2 فلافل، كل بيستم فيه 2 فلافل في وش السلندر هذايا، 2 دي فالف في كل بيستون، دو سوبا في كل بيستون، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست، يعني ستة شمعات ب 12 فالف، هذا في اثنين، هذا كيف كيف، ستة انجكتيرات ب 12 فالف، ستة انجكتيرات ب 8 فالف، هذا ستة انجكتيرات ب 8 فالف، يعني هذا عكس الآخر، هذا ديزل ستة انجكتيرات، هما كانهم، هذوما ستة انجكتيرات. يعني كل بيستم فيه زوز فلافل، ستة سلندر زوز فلافل، يعني كل بيستم فيه زوز فلافل، معناتها ستة في اثنين ب 12، ستة سلندر، ستة سلندر دوز فالف، دوز سوباب، معناتها كل سلندر فيه زوز، دوز فالف، دوز سوباب، هذايا واش سلندر أو كلاس نتاع ستة سلندر، ستة مخارج أو ستة انجكتيرات أو ستة أو ستة شمعات. هذا كيف كيف من لوطا هو نفسه 6 سي سلندر و 6 شمعات و 12 فالف 12 سوباب، يعني كل بيستم فيه زوز فالف زوز سوبابات، كل بيستم فيه زوز سوبابات او زوز فالف، هذا يتسمى وش سلندر او كلاس سي سلندر، يعني 6 شمعات. هذا هنا نلقوا دول الحاجه كيما هكا هذوما تسمى ويت سلندر، يعني ثمانية شمعات أو ثمانية مخارج، يعني كل كلاس في جهة، يعني المحرك هذايا ثمانية سلندر، شوف فيها هنا زوز فالفل، اثنين أربعة ستة ثمانية، يعني كل بيستم فيه زوز فالفل، يعني أربعة بسات منه وأربعة بسات منه، سموه ويت سلندر أون في، يعني ثمانية سلندر شكل حرف الفي، يعني ويت سلندر أون في سموه شكل حرف الفي، يعني هذايا فيه زوز وش سلندر، دو كلاس زوز تستاتات فيه، وفي أما كل كلاس فيه ثمانية فلافل، أربعة سلندر منه وأربعة سلندر منه، زوز كلاسات، كل كلاس فيه ثمانية فلافل، يعني هذا تسمى سيسون ويت في، ويت في، يعني ويت سلندر أون في، يعني زي كما حرف الفي. هذا هو في التصويره، يعني شكله كيفاش، هذا اربعه بساتم ولكن تستات كلاس فيه ثمانيه فلافل، يعني زوز كلاسات بو ثمانيه فلافل، وش سلندر منه وش سلندر منه، زوز كلاسات، واحد منه واحد منه كما موجود في الصوره هنا، كلاس على اليمين وكلاس على اليسار، طبعا يربطهم بعد اشياء كلها في الكولكتير في الوسط وغيرها. هذايا نتاع محرك ويت سلندر ثمانيه سلندري، هذا مال المحركات ويت سلندر اللي هو كما هكا، يعني كلاس في الصورة تلقى أربع بستونات من اليمين وأربع بستونات من اليسار. هذه شوية توضيح على الكلاسات أو التستاتات.
ان شاء الله تنفعكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. علاش غادي شو هذيك هذا رقم زيد معناتها البارتي البيضاء هذيك مفتوحه ان شاء الله، وهذه احلى لا قداش يتحمل توا بالمليمتر يعني اعطيني يعني لو الخرطه قداش تاخذ تقريبا كل خرطه؟ كل خرطه ساعات خرطه تاخذ المليمتر كم؟ اي خاطر كي لا تبدا معوج في راسها اي الخرطه هذيك الانديزيان دوتيزيان اي يعني الماكسيموم تاع الخرطان قداش؟ ماكسيموم 1 مليمتر يدني يعني متر يدني سيد لوحة زر وكل الخرطه يعني العاديه قداش؟ عادي مش معوض اي مش معوض يعني باس سموها باس بتاع 300 500 ما تقولش ايوه. تو انت هنا يعني كيف تكاليت الكلاس هذا كلاس ليك راه هذا كله 5 هذا كله 5 300 300 يعني كلاها على الزوز سيبورات هذوما يعني اربطهم من القدا في الكلاس يعني مكانهم عند سيبور منه سيبور منه وتو نشوفوا احنا في الماكينه كيفاش تدور وتاكل في مكان اللي نشوف فيها تاكل في المكان اللي هو يكون فيه ممكن يكون فيه التعويج وهو تو هذه الباس تاع مليان انت قداش فيها تقريبا؟ هذه فيها انديزيان انديزيان وبعد تزيد تثبت انت ولا عوج اي انت يعني مازال برشا مازال فيها عوج يزيدوا انديزيان اخر يعني انت تمشي مثلا تخدر من الاول قداش لازم؟ لا ما تقدرش تقدر بالعوج انت تعمل باس وبعدين تعاود تشوف ايش ممكن يتيح طيب وقياس الكلاس كيفاش تعرفه؟ كيس بالربير فيه ربير هو كل الكلاسات فيها ربير؟ فما بالربير وفما بالديامتر تاعو مثلا شنو اللي بالربير وشنو اللي بالديامتر؟ بالربير تلقى بال كيما هكا في بولو 5 فيه ربير فيه ربير والاخرين لما شريتهم بالكيس مثلا 504 بالقياس قداش القياس نتاعهم تاع البارتنير بالقياس البارتنير مثلا البارتنير قداش قياسها مثلا قياسها بالكاكوليس معناتها اي 108 معناتها يعني 10 سنتي 10.8 10.8 سنتي هذا ستوندار هذا ستوندار وقداش يتحمل باش يوصل باش ينجم يرجعه ما يفوتش 2 ملم يعني 106.5 106 يعدي روح اي بقيت طايش ايوا كان وصل ل 106 يعني يطيش هذه بالنسبه للي وقفنا الماكينه ايوه باش نزيدو نثبتو نثبتو شنو اللي الاندرا مازال فيها وجه والا لا هذه علامه سبيسيال هذه علامه سبيسيال نتاعو ديري هذه سبيسيال هي يعني حاجه ما تخرط الالمنيوم فونت هذه ولا لا الالمنيوم فونت مع بعضها ايوه شفتوا تو هنا شفتوا هنا شعمل سامي هنا خط شوفوا هنا طبع شوف دورة الكلاس دورة الشامبر هنا طبع وهنا ما طبعش شفتوا هنا ما طبعش شفتوا هنا ولهذا لازم يزيد باس اخرى نتاع قداش نتاع دو ديزيام مش نجم يعني وهنا زاد كيف ما طبعش فوالا وهنا ما طبعش ايوا كان فوق زاد اي باهي هنا الريبير نتاع وين سامي بالله لا هذه النكته هذه هذه النكته هذه اذا كان النكته هذه وصلت مع شتبان مع تلوح الكلاس لا ما هو الريبير هذاك يخلطك مثلا انت مثلا باش تدخلت لها نجم بعدها بشويه تعمل مسحه هكاو هكاو خلطة تو مثلا تو كي تنحر على وجه وخلطة هي هنا المرة الجاية نعملوا جوست مسحة خفيفة إذا كان إذا كان خفيفة أما إذا كان تعوج برشا زي تعوج برشا زي معناتها وما يتعوج مش تعرف العوج إلا ما تعدي عليه الماكينة مرة أخرى تعدي الماكينة مرة يعني بالقياس ما تنجمش ما تنجمش وفي هنا أعطاها أعطيتها دو ديزيام تو دو ديزيام على الكود اللي موجود فيها الكود موجود فيها إذا تو تغزر هنا كيف؟ إذا تغزر هنا كيف؟ كيفاش يبدا ياكل؟ كيفاش يبدا ياكل؟ خلط خلط بس الكحلة هذه؟ لا هذيك الساحة نحاها وإلا لا؟ كلا منها شوية كلا منها شوية ولا بدا ياكل منها تقريبا في تنظام شفتوها تدور كيف تدور وتاكل اللوتي في كيلاس هذا يسموه خرطان الكلاس او سيفازار او سيفازار كلاس شفتوها الطيب اللي قاعد تمشي هذيك شويه هذيك دو ديزيام اللي هي كنا قبل نعوضوه بجوان كلاس خشين تو الجوانات ما عادش فما خشين الهوي تو كله حديد قلت لي بارتنر 10.8
ولا 405 مثلا؟ كيف 405؟ برنامج مهم بوجيت واقفين بوجيت راخدين. كيف هو بيت وناس خير. شنو هو الاخر يختلف على خير مثلا؟ شنو الاخر على القياس؟ ثم 136 والبولو البولو 3 والبولو 4 هذوك. نتاع البولو. ايوا. هذاك يعني يمشي 10.36. ايوا. 10.36. تو ريت هكا. اي شوف. شنو المنظر تي؟ ايوا تو هنا خذوا قاعد تحرش شوية. يعطيك الصحة. هنا ريتو شفتوا هنا؟ شوفوا هنا الحروف اللي قاعدوا هذوما ما يلزمش يكونوا. تعرف إذا كان تركب كلاس كيما هكا في وهو في الحروف هذه راهو سيء ما عملت حتى شيء. ما عملت حتى شيء. تو سامي قال لك لازم نبدل الأوتي اللي هو هذا. هذا. فما اوتي يسموها الانفينيسيون، فما قطعه هذه يسموها الانفينيسيون باش تعمل حاجه يعني حاجه رطبه، لان ما دام فيه الحروف هذوما هذيتها ينجم يعاود نعمل نفس الديفو اذا كان فيه الحروف هذوما. طيب باش عمل له اوتي اخر اللي هو باش هو بيدو هو بيدو يتمزق. شوف الاوتي هذه اللي يتباع على شوف الطريف هذه بسيرتها قداش تعمل هذه في تونس؟ هذيك تعمل حكايه 8000 فرنك. 8000 فرنك قداش تخدمك المره؟ تخدم 3 4 كيلوسات معناتها نتاع 5 دولار هذه يكون 5 دولار تقريبا 5 دولار تخدمك يعني 4 5 كيلوسات متوع وانت ما تنفع تعملها؟ لا ما تشريها عارف لطفي نفتحها وجيت يعملها ضربه يمضيها شوي باش يعمل بها الضربه الاخرانيه نتاع الجينيشا نتاع الجينيشا نتاع الكيلات أو باش نرجعها في مكانها عندها مكان تدخل فيه شد بمفتاح سيكون صحيح طويل شوية لا باش تعاون في ترطيب الكلاس تعاوننا على الترتيب هنا يعني مش يدهن الكلاس شويه زيت مش يعاون في ترتيب الكلاس مش يعني اللوتي يزرق مش ما يزرحش الكلاس شويه زيت نخدم الماكينه نتاعو على روحها تو على خاطر ما نقصنا في اللوتي يجونا نزيدو نعملو ريبير اخر ريبير اخر جديد يعطيك الصحه باش ما نغلطوش إذا من البير نتاع يعني البير تاخذه دمغي يعني بتدوير الماكينه هذه ايوه اللي بتاخذه بال يعني لازم دوب دوب ليش يعني كانه ما فهم شيء عباره شعر نتاع راس اي عباره شعر نتاع راس هيك باش يعمل بها ضربه في نيشان ضربه يعني بعد رجعوه من الاول كانه مش موجود الكلاس وندور ينجم يمشي منه ولا منه كيف الكلاس كيف يمشي قدامه ولا تالي كيف احسن انه يكون هكاك باش تخرج فينيسيون باهي يعني لازم يكون يمشي من الماكينه تمشي من اليسار لليمين يعطيك الصحة والكلاس العكس وفي الخلطان من اليمين لليسار من اليسار هذاك كيما هكا كيما هكا تو هكا تسمعوا فيها بتضرب ضربة كبيرة دوب بلاش نتاع حاجة نتاع فينيسيون اللي هي نتاع شوف فيها الباس شفتوها شوف الباس كيف تنضاف نتاع ترتيب هنا تحط صباع الماكينة تدور إلا بعد يفرغ الكلاس على الأقل الشطر نتاعو النص نتاعو كيفاش الفينيسيون؟ هنا يولي حرير شفتو هنا مش كيما شفناها المرة الأولى فيها حروف تو هنا يولي حرير يعني هنا كأنه وانا حتى صبعي لان الماكينه بعيد عليا بعدت عليا الماكينه باش نحط صبعي هذه فكره على خلطان كلاس الومنيوم ان شاء الله المره الجايه نلقاش عنده كلاس فون نوريك كلاس فون